لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين،
الدين الإسلامي هو ثاني أكبر دين على مستوى العالم وأكثر الأديان انتشارا في العالم. الإسلام هو كلمة عربية تعني السلام والأمان والاستسلام، يعني أن المسلم هو من يستسلم لله، وأي شخص من أي عرق يمكن أن يكون مسلما. وكلمة الإسلام تعني الخضوع لله. المسلم هو أي شخص يقدم حياته إلى الله. الإسلام هو أسلوب حياة كامل يحكم جميع نواحي الحياة الأخلاقية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. هناك أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم، أي ما يعادل 5 سكان العالم. لذلك الإسلام دين عالمي، وليس فقط يقتصر على دولة معينة أو لون أو عرق. الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم من خلال عدد التحويلات كل عام. بدأ الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ولكن اليوم 80% من جميع المسلمين يعيشون خارج العالم العربي. استند التقدم في أوروبا خلال عصر النهضة إلى أفكار طرحها المسلمون من العالم الإسلامي. حكم الإسلام إسبانيا لأكثر من 600 عام، جلب فيه السلام والاستقرار، وكانت المساجد والمباني في إسبانيا الإسلامية من أجمل التصاميم المعمارية في العالم، على سبيل المثال قصر الحمراء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا ما أدى إلى أن المسلمين حاولوا صنع اكتشافات جديدة في مجال الطب خلال العصر الذهبي للإسلام. خلال هذه الفترة الزمنية كان العالم الإسلامي متقدم جدا في الطب. تحققت العديد من النبوات الواردة في القرآن الكريم، على سبيل المثال تنبؤ القرآن بأن الرومان سوف ينتصرون على الفرس في معركة قادمة، وجاء هذا بعد سنوات قليلة من الكشف عن هذه الآيات. حتى محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب العلم والسفر في جميع أنحاء العالم، وبعد وفاته من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أصبح العالم الإسلامي متقدم جدا في العلوم والتكنولوجيا والطب والرياضيات والفلك والفن. مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس هي المدن الثلاث المقدسة للإسلام، كما أن ثلث القرآن يتكلم عن الأنبياء السابقين مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومريم عليهم السلام. القرآن هو الكتاب الأكثر حفظا في العالم، وهناك العديد من المسلمين الذين لا يتكلمون العربية كلغتهم الأم، ولكن حفظوا القرآن كله، حتى أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 أعوام قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب. لم يتغير القرآن أو يتحرف منذ الوحي قبل 1400 سنة. توماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين لأمريكا كان لديه نسخة شخصية من القرآن الذي كان يقرأه. القرآن هو الكتاب الأكثر شرحا في التاريخ، مع الآلاف من المجلدات لتوضيح عجائبه العديدة، كما ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن بالاسم، وذكر عيسى عليه السلام 25 مرة في القرآن بالاسم. يؤكد الإسلام على أهمية أن يكون الوالدين أولياء الأمور. في الواقع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين هو ثاني أكبر عمل محبوبا إلى الله. يعلمنا الإسلام أن نحسن إلى جيراننا مسلمين وغير مسلمين. ومع ذلك في الإسلام جارك ليس فقط الشخص الذي يعيش بجانبك، ولكن الناس الذين يعيشون في مسافة 40 منزلا أمامك وخلفك وفي يسارك وفي يمينك تعتبر جيرانك. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقول أنه إذا كان الرجل لا يمكن التعامل بشكل عادل بين زوجاته المتعددات فيجب أن يتزوج واحدة فقط. ومن بين العديد من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: خيركم خيركم لأهله، أي زوجه. الإسلام هو كلمة عربية تعني السلام والأمان والاستسلام، يعني أن المسلم هو من يستسلم لله، وأي شخص من أي عرق يمكن أن يكون مسلما. وكلمة الإسلام تعني الخضوع لله، والمسلم هو أي شخص يقدم حياته إلى الله. الإسلام هو أسلوب حياة كامل يحكم جميع نواحي الحياة
الأخلاقية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. هناك أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم، أي ما يعادل 5 سكان العالم. لذلك الإسلام دين عالمي.